قال ثكلتك أمك. ثكلتك أمك كلمة تستعملها العرب، وإن كان ظاهرها الدعاء على الإنسان، يعني ثكلتك أمك الدعاء عليه بالموت، لكن يستخدمها العرب للتحفيز. ثكلتك أمك، قاتله الله، تربت يداك، كلها كلمات عقرة، ثكلة، حلقة، كل هذه الكلمات يستخدمها العرب ولا يريدون ظاهرها، وإنما يريدون المعنى الذي يعني يشيرون إليه هم بكلماتهم هذه، هي للتحفيز أو للتحذير أو ما شابه ذلك من الأمور.